رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم نور حضرين. عاود راح بيك من جديد نور. وبيك عايشك. شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله صبا. الحمد لله. وين تو؟ والله تو في رومانيا. تو في رومانيا عندي مشيت عندي 4 شهور غادي دونك كهو تو روحت عندي شويه اوراق باش نقدم ونرجع ان شاء الله اخر شهر هذا. شنو هي الجمعيه؟ ديفيزيون 2 قلت لي. ديفيزيون 2. كيف جات الحكايه؟ والله جيت هكاك عندي انا صاحبي عايش غادي في رومانيا بريباراتور فيزيك خليل شقرون وجه له تحيه هكا هو كلمني قال لي بوركوا با هو شاد كيب مع معناتها غادي بريباراتور قال لي جمع انا نشوف وكل شيء قلت مشيت قلت خلينا نمشي نجرب علاش ليه شفت معناها لي كونديسيون معناها تفاجات الحقيقه خاطر بون في بالي ديفيزيون 2 رومانيا حاسي لقيت حاجات معناها باهيه ومشجعه اللي خلتني نقعد معناها حتى بريتو واحد معناها منتال مو واحد مرتاح شيخ لي كونديسيون كل موجودين وكاو كاو دونك تفاهمنا معاهم وقعدنا ما بديتش كاو مازلت لا لا مازلت عندي راني قلت لك معناها عندي مشكله في الاوراق خاطر مشيت فيزا توريستيك انا مشيت معناها كسائح كيما علاش مش من الاول قلت لهم انا خاطر مشيت عرفت في مخي انا في باليش بها الحكايه لازمك فيزا اخرى باش نجم تعمل الكارت سيجور والكونترا فهمت كيفاه كاو مشيت غادي ومن بعد هما حاولوا قداش مره معناها مع تاع ليميغراسيون يا اخي معناها واضح انه يلزم معناها نرجع لتونس ونعاود نصب دوسي نتاع كيما نقولوا دو ترافاي فيزا دو ترافاي معناها لون تيرم كاهو دونك روحت ان شاء الله جمعتين اخرين ان شاء الله تحضر نعاود نرجع بس سي تبداو سيزون جديده ولا كيفاش؟ سيزون جديده سيزون جديده يرجعوا في جويليا هما وفي اوت اخر جويليا اول اوت عندهم دو ماتش دو كوب ومن بعد تبدا الشامبيونات ان شاء الله ربي يسهل بالتوفيق ان شاء الله ربي خلينا نبداو من الاول حكي لنا نور على البدايات نتاعك في الكلوب كيفاش بديت الكوره؟ والله بديت الكورة لاج دو 5 سنين دخلت نذكر قبل مشيت خويا مشي تستي هو يا اخي انا مشيت معاه صغير معناها باش نتفرج هكا صغير بالخاطر قبل كنا نسكنوا في شراغانا نحن الباساج بحذانا القنبات حسرة كهو دونك مشيت يا اخي وقتها معناها العام هذاك العمر نتاعي انا ما عندكش حق تدخل صغير آه. وقتها 88 معناها هو 12 سنين ما باش تبدا ولا لا تنجم قبل باهي معناها كيما نقولوا تدخل 7 8 انا وقتها خويا مشى باش يتستي دونك مشيت معاه نتفرج يا اخي فما مدرب سيناجي غزر لامي وقتها الله يرحمها وعمتي الله يرحمها ما عادش قال لها علاش ما يدخلش يترين هذا قالت له راه صغير مازال معناها قال لها ما يصيرش دخل هكاك دخلت معاه بالزهر ما عاد يكبر منك مع 88 انا عام 90 دخلت معاه 88 قعدت نترين معاهم وحتى كي مشي يلعبوا ماتش بيتا دخلني شويه معاهم شويه بشويه ومن بعد لين خلطوا عام 90 بين ارسون تاعي وقتها لقيت روحك مستانس ومتدرس عليهم معناها بيان سور ديجا عديت عامين معناها بالهم بونتريمون كهو معناها من بعد مشيت هكاك الامور بعد كيفاش كنت بارز في لي جون كيفاش؟ بعد انا نفكر كما ايش غلط غالي منيم انت ولا حاجه هكا معناتها تحكي عليك حتى في الميديا وانت صغير معناها نتفكر ريبورتاج في حنا بعد كما ايش غلط هكا نتفكر حاجه هكا ولا صحيح حتى قبل فاز المنتخب وحكيت هذوكم الكل ولا ليه؟ صحيح اي معناها في الجينيراسيون هذيك كنت معناها في الجينيراسيون هذيك ديما نتذكر انا قبل الطرفه فما مشجعين معناها من البارك يقولوا ما نجيبش نتفرجوا في نور حضرية معناها في الكادي وفي معناها يقولوا اسمي تعرف وانا صغير برشا هو حتى كان شبه باللوك نتاعك برشا مع رونالدينو زاد وقتها رونالدينو مكسر الدنيا صحيح كاو قبل 2004 هذيك 2002 مشى رونالدينو برشلونه وقتها واحد صغير تغرمت بيه معناها كاو معناها كنت تجيب الجمهور معناها حتى من الصغير مش تجيب الجمهور كلمة تنجم تكون كبيرة بون فما عباد معناها تجي تفرج يقول لك الكاتيجوري هذيك معناها نور حضرية معناها كيف دونك يجيو معناها يتفرجوا هو شكون كان فما وقتها بلال ظهر لي لعيب لا بلال خلطت من بعد بلال جاي في الكادية من ريانا بلال كان في ريانا بلال وقتها كان في حملة مهدي زاد خلطت من بعد معناها من بعد معناها كادية معناها نحكي لك منيم وكادية بي وكادية وكان بعد خلطوا الاولاد وخلطت عاطف من جندوبة وتلمت معنا عملنا كيب باهية وقتها نذكر الديكليك ذا اللي كانت المنتخب صحيح الديكليك وقت عنا نحضروا في الكوب دافريك دونك كهو معناها مشينا عملنا عديت كوب دافريك باهية وقتها بالكدا وديجا فما بعدها الكوب دي مونت دونك وقت عديت معناها ماتشات باهيين وقتها زدت معناها اسمي تعرف وواحد بدا يفرض في روحه بون في ملك دي جونيور بديت معناها برغم مش وحدي فما معناها جواريات وقتها بلا العيفة وقتها مصعب ساسي يوسف خالد العياري فما كانت جواريات باهيين وقتها نور ليكيب هذيك نتاع 2007 هو مونديال 2007 ليكيب كبيره برشا كنا معلقين عليها برشا امال لكن للاسف اغلب الملاعبيه بخلاف يوسف المساكني
وبدا رجع قلبي للعيفة. الكل ضاعوا تقريبا في الثنية، وانت ابرز مثال اللي كنت ظهر لي وقتها تم اختيارك سبع افضل لاعب في العالم، ظهر لي في مونديال في اسماء كبيره، ظهر لي كما تو ايدن هازار فيه، ظهر لي صحيح بويان، ظهر لي كيريكيتش كيف برشلونه، شكون ياخذ اسامي وقتها بنتيكي لاتاكو تاع فما برشا بويان وقتها، فما كروس توني كروس توني كروس وقتها فما برشا صحيح. بون شو نقول لك معناها علاش صحيح الجينيراسيون هذيك ما كيما قلت انت زوز ثلاثه ماكسيموم هما تسميو عملوا هكا كارير ماش معناها ظروف ما تنجمش تحصرها في حاجه بركه، فهمت كيف؟ تنجم تكون الخطر شنيا بريتو معناها كادي نحنا كيما نقولوا مازال عندنا ثلاثة سنين اربعه للسينيور، مانيش وقت اولمبيك وظاهرين ديريكت معناها تاك في تعدى طول تلعب سينيور، فهمت كيف؟ ابريتو مازلت معناها عندنا وقت نتاع بروغريسيون نتاع مازلنا معناها عمرنا 16 و17 وبعدك هاو كل واحد و اختارت نيته وواحد مشيت معاه صحيت ومن بعد خلطوا علينا الناتيف تاع 89 وتخلطت وما قعدت شيء، كان خليه جينيراسيون هذيك بركه وخدموا عليها معناها راهو تلقى مينيموم 5-6 في الكيب ناسيونال سينيور كيف دونك كاو كل واحد مشى فما كانت نجم تكون خير بيان سور خاطر فما يد لا كاليتي معناها كل واحد من بعد كل واحد مشى شاف طريقه، فما اللي بطل الكوره فما اللي مشى قرا كامل قرايته فما اللي كبش كاو كل واحد وين مشي. اكثر لاعب نور شكون كنت تتوقع يعمل مسيره كبيره وما عملهاش من الجينيراسيون هذيك؟ هو انت اكثر واحد معروف انه الحراري وبعده شكون عندك انت لشكون؟ والله عندي انا مصعب سيسي. مصعب سيسي صحيح، مصعب سيسي خاطر عنده كاليتي كبيره برشا، نذكره قبل نوح لو عرفتك وقت يلعب ديمي جوش حط له في الكوره في سيق وتنسيه معناتها تايب بارك الله والله ما مشيتش معاه. بون توا الحمد لله سافا في السعوديه، بون كان ينجم يعمل مخير برشا واحد، اما كهو معناها مصعب زاد رفيق تخيل، نذكر رفيق تخيل نتاع يلعب في الاسبيرونس زاد هذاك رفيق تخيل ظهري ملعب السنيور جمله ملعبش نذكر قبل كانت فما كاس الرابطه قبل لعب شويه ماتشات هذايا وكهو ما وصلش معناها، اما بالرسمي عنده كاليتي كبيره برشا كل واحد رفيق يجري برشا كثير وشكون بالعكس الملاعب ما توقعتوش يوصل وصل ليه العرش سي السؤال يوسف المساكني ما كانش بارز برشا معناها باهي كان ما كانش هو كما قلت انت كنت انت ومصعب ظهر لي احسن لاعبيه وبلال اما يوسف ظهر لي بون لاعب مهم اما ما كانش بالحجم اللي توا عنده يوسف المساكني شنو اللي تبدل شنو اللي خلى يوسف ينجح ما نجحش الباهي هو يوسف معناها جوار كبير معناها حد ما يشك في هذا وقتها في الكوب دافريك ما كانش يلعب من الاول كان يلعب في بلاصته هذا رفيق تخيل وكان هو معناها يدخل زي ومن بعد ديكليك صار له بون مش دي اول ديكليك صاروا في الكوب دي موند لعبها وبدا يلعبها في البريباراسيون وكل شيء معناها صارت تحسن بالكدا من الكوب دافريك الكوب دي موند تحسن بالكدا ومن بعد الحاجه اللي عاونته على الاخر هي من في الاسبيرونس وقت طلع وقتها مع سيمير كانزاري وسي فوزي البنزرتي عاونوه معناها كيفاه هو عنده الكاليتي اما دزوه فهمت كيفاه تنجم تلقى واحد ملاعبي واللي تحب انت يطلع في كيب عرفت فريقو اقعد استنى اقعد قدامك جواريت اقعد تجمش فهمت كيفاه هما كلي هكا عرفوا كيفاش يدخلوه في الجو نتاع السينيور خاطر ابريتو مش كيف مش كيما تلعب سينيور في المنزة قدام 30 40 الف مش كيما تلعب كادي جونيور مش كيف ولا خاصة فوزي بنزرتي امن برشا بالصغار ديما فوزي يحب الصغار ما بتعرف معناها موش اول كا ولا اخر كا معناها تاع هو عاونهم زيد سي ماهر معاك اللي لقى شكون اللي يدزوا معناها يدزوا يعاونوا كا بلال عيفة كان بحذايا بلاستيك لهنا وانت كنت لوطا تسمع في الراديو صحيح قال لي نور حرية الموهبة كموهبة أكبر من يوسف المساكني وقت الله يسلموا عليه ساعة بلال ما نعرفش معناها مانيش نفس البروفيل نتاع جور فهمت كيف خاطر هو شنو يوسف معناها انت ديس صانع لعبة هو يلعب على جناب فكريته معناها على جناب وبيركوتور وواحد انا ستيل اخر دو جو ما تنجمش تقارن معنا بيناتهم فهمت كيف كل واحد وستيلو كل واحد وبروفيل نتاعو ما زلتوا ان كونتاكت مع اصحابك نتاع ذوكم والله مش برشا الحقيقه معناها انا توا ماكسيموم اربعه من الناس شكون؟ والله هي الاولاني بلال بيان سور اللي يومين انا وياه مصعب سيسي كيف بيسكوف السعوديه نحكيو برشا بالتليفون فما صادق القروي الروج زاد اصحابي رفيق زاد دخيل وسيف العاكرمي وعاد فكك اربع خمسه فما شكون اللي مشى كيف خالد العياري زاد عياري صحيح عياري زاد صحيح عياري كاليتي كبيره
وما لقاش حظه خاطر شنيا عياري طلع على الاسبيرونس قدامه مايكل ذاك قدامه مايكل معناها تحب ولا تكرم قد ما تكون ملاعبي ما تنجمش معناها سورتو جوهر صغير طالع ما نجموش هاي ما نجم حتى انترونور معناها في ناحية مايكل يحط فهمت كيف الباساج هذاك ديما من ليجيون سينيور ديما صعيب هذاك صعيب سا ديبون انت تمشي معاه كيما نقولوا شوية برشا زهر خاطر لازم خاطر لازم سا ديبون ليفيكتيف اللي باش تطلع تلقاه قدامك تنجم تطلع مثال تلقى البلاصه فارغه ولا كيما تنجم تلقى زوز ثلاثه معناها اللي بسميهم وكارير واحد ما يتمسوش بيان سور ما يتمسوش معناها حتى الكابتن نتاعكم مجدي المخزومي مجدي المخزومي بون مشى معناها لعب شويه كيبات هكا ابارمون توا في بالي معناها ما عادش يكور كهو كل واحد انا قلت لك وسيم المرزوقي خو حمدي حبيب التونسي زاده وكل واحد والكل في البول كل واحد البوست نتاعو كان من كل كنا نسناو فيكم فماش ملاعب كان باهي ولا كل كانوا تبارك الله معنا ملاعبين علي عباس زاده علي معنا صحيح ما تلقاش راه في اي جينيراسيون معناها مظهر لي عمري ما ريت انا جينيراسيون اللي مثل حتى تلقاش يطلع منهم اكثر من 6-7 ماكس ما نعرفش معناها مظهر لي فهمت كيف هذا ما فما شيء نور فما كان يوسف اي فوالا هذاك ما فما بلال مس شويه كيف اسمه اللي يبعد ويرجع يبعد ويرجع اما كان يوسف اللي معناها وصل نقول صحيح كان كل واحد شنو اللي خليكم تعملوا بيرفورمانس هذيك في الكوب دي موند هذيك والله اول حاجه ساعه معناها سي ماهر معناها نوجه له تحيه كيما نقولوا كانت عنده جينيراسيون معناها انت تعرف انت فما جينيراسيون تلقاها قويه وتلقى جينيراسيون بعد عامين تلقى كعبتين كعب نحن بالزهر معناها تلمت كيما نقولوا تشكيله نتاع جوارات اللي عندهم الكاليتي ويحبوا يعملوا حاجه فهمت كيف وكهو معناها ظروف كانت الحقيقه ملائمه وانا بريسك نعيشوا لي في ستاجات نعيشوا اكثر ما نعيشوا في ديارنا وقتها صحيح كنا وقتها في بورصه الدريه بو انا ما كنتش معاه بورصه دري جوست نترينا ونروح اما كنا معنا في بورصه دري عامين على بعضهم وحتى بار اكزومبل تعدي شهر شهرين تعدي جمعتين في ستاج تعاود ترجع مهم هذاك باش ترحم الجروب خاطر ابريتو جروب معناها قربنا ياسر لبعضنا اللي قلت لك اللي نعيشوا مع بعضنا اكثر من نعيشوا في دارنا انا قبل فهمت كيف دونك كهو معناها زيت كوب دافريك معناها نذكر ماتش السنغال ماتش السنغال نذكر في تونس ربحنا واحد شيء كي مشينا للسنغال راه تقول نلعبوا مع ما نعرفش انا مع مانشستر راه جوارات تقلبوا علينا راه ما عندك حتى فكره علاش؟ ما نعرفش مش نفس الجوارات وقت عمرنا 16 سنه نلعبوا في السنغال كبار يعني مينيموم فما 6 كور على البار ربي حب هكاك تعداوا ماتش السنغال بالرسمي 6-7 كور على البار ماتش هذاك ومن بعد هكا ربحنا شويه كونفيونس وبدينا هكا قربنا اكثر لبعضنا وكهو من بعد مشات الكوره بطبيعتها تعرف كوره بعد الكوب دي موند نضج جلبت العيني ظهر لي برشا عروض وصلتك وقتها صحيح هاي صحيح اهم عرض كان اوكسير اوكسير اي صحيح اوكسير انا وقتها قبل الكوب دي موند انا قبل الكوب دي موند نذكر خارج من البارك وقفني راجل ما نعرفوش انا قال لي انا فلان فلاني قال لي انا سوبرفيزور في اوكسير نخدم في اوكسير وكذا كذا مرحبا قلت له قال لي نحب نجيبوك معنا لوكسير عطيته نمرو بابا قلت له لا تونسي تونسي يخدم غادي يعني. هكا هاو عطيتو نمرو بابا قلت له كلمه معناها نشوف معاه وقتها 16 سنه عمري هكا هاو كلمه حكي معاه قالوا راهو نحبوا نجيبوه نعملوا له تيست ونشوفوا راهو قاعدين نتبعوا فيه عندنا هكا بعد بجمعتين طلعت مشيت لفرنسا وقت الطرفه نذكرها انا دخلت الفيستير نلقى نحس في واحد نعرف الوجه الجوار غادي قعدت نثبت نلقى حمدي الحربيوي حمدي في وسير حمدي الحربي تيستي ما نعرفش جاي تيستي جاي تيستي حاسين مشيت غادي عملنا تيست وقتها جيرو هو شاد الديريكتور سبورتيف ولونترينور جون فرنانديز نذكر انا ليتوال كاو مشيت ترنيت وكان مع السينيور عملت تيست مشيت غادي ترنيت مع السينيور انا فجعني وقتها جاني المطار قال لي راك باش ترينا مع السينيور انا في وقتها في تونس وزلت السينيور ما لعبتش بالسينيور كهو مشيت عديت جمعة غادي بالكدا باهي عملت عديت جمعة عملوا لي كونترا جاني وقت نذكر قاعدين في البيرو قال لي عندنا دو تيب دو كونترا العباد اللي تسمع فما عباد تعرف اش معناها فما تيب دو كونترا كيما نقولوا يعمل لك كونترا 5 سنين تعدي عامين في كسيفا ومن بعد تطلع اوتوماتيكمون للسينيور قال لي انت وفما كونترا اخر 3 سنين اما ديريكت سينيور اما قال لي ما ننصحكش بيه خاطر انت بويسك مازلت صغير دو بريفيرونس نعديو لك نعملوا لك عامين معناها في السيفا كيما نقولوا الاسكوار في تونس ومن بعد الكلوب في بالها بيك مشيت وقتها والله العظيم لا نذكر سي ما نذكرش انا ممكن هربت الهوب لا مش هربت جاتني قلت خلينا نجرب انا يا اخي خلينا نكمل لك هكا
قال لي انا دي بريفيرونس نصحك اعمل كونترا 5 سنين وحتى السالير راهو انا نحكي لك 2006 راه واحد ما يغزرش وقت الفلوس اما سالير سالير معنا. محترم محترم جدا انت غير ما كنتش تخلص في الكلوب صغير وقتاش تخلص كدي وقت سالير محترم جدا حاسين ما قالوكش فلوس والله ليه مش حكيت فلوس وقتها تي حتى 16 سنه فهمت كيف تاخد بون فلوس تغزر لهم من بعد ابريتو انا كي رجعت وقت وقت غزا حكيت معاهم قلنا له خلينا نكملوا الكوب دي موند وبعد نحكي باش نربح شويه وقت هكا باش نشوف انا وقت مشكلتي مش مشكلتي معناها في مخي انا توحيت كي نلعب في الكلوب من 5 سنين اي اوبجيكتيف نتاع جوار يترنى في الكلوب افريكا ولا في جمعيه كبيره باش يوصل يلعب سينيور يا ما الاوبجيكتيف اللي بعد انك تكون في اوروبا وسير جمعيه باسمك اسمك بيه في اوروبا في فرنسا تلعب في الديفيزيون 1 اي بتبيع اي وعامله عامله قبل لعبه شامبيونز ليغ وقتها لعبت كونتر ريال في البول حسيت فيها جبريل سيسي وقتها لا وقتها سانيا باكاري سانيا فما بيدريتي البيفو فما جواريت معناها اي هكا هاو كملنا كملت كوب دي موند كلموني عاودوا كلموني وصلوا يحكي مع بابا قالوا له خلينا نزيدوه معناها في البدلوا الكونترا كان يحب وقتها في البيريود هذيك كلموني الكلوب قالوا لي باش تطلع ترينا سينيور وقتها في رمضان ذاك في الجيل جات وعطاوني بروبوزيسيون الكلوب عطاني كونترا الكلوب هاو دونك قداش بارابور اللي عطاو لك لا لا ريان افوار نشتاف ريان افوار قداش فلوس قال لي مسويش فلوس قداش كان عندنا في الكلوب وفي اوسي في الكلوب وقتها بون عطاوني مليون ونص شهريا وفي اوكسير 7000 فورو انكومبارابل سبع مرات معناها 7000 فورو نذكرها هاي والله عندي الكونترا في الدار حق جبته لك هكا هاو دونك انا شنو انا وقتها هاني قلت لك راه انا وقتها لا تقول لي لا اوكسير لا شيء والله بالرسمي معناها نحب نلعب خاطر حدي كامل نترينا في الكلوب ندمت على الفلوس هذاك بصراحه والله خاصة كي تشوف مسيرتك اليوم ما خذيتش الحجم اللي لازم تاخذ انا مش ندمت لي ما مشيتش لوكسير ومشيت معناها قعدت في الكلوب هذاك ملي اما شنو ندمت خاطر جد دي زوبورتونيتي كنت معناها حياتي ترى تقلبت 180 درجه فهمت كيف هو بريتو شو دي شوا معناها هذيك هي وصلوك جزاف الاخرين والله من بعد لي زوفر جاتني بعد من كي مشيت لبنزرت وقتها جاتني اف سي لوزيرن اي تانجيو ما في الوقت هذاك انا لا 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 كانوا سير لا وقتها كلام برشا تقال وقتها كلام عبيد تحكي الحظر الرسمي فقط كان من سير الرسمي يعني قلت لك الوحيد نتاع سير هذاك كهو ايه في البونتو بتاع فرنسا اللي هو زاد هز البوتا برشا في الكارديو فينال بزهر وقتها مع فرنسا زاد البونتو وانت اللي بالي ريتي انت موهبه من عند ربي ولا خدمتها كيفاش؟ والله نذكر قبل كان مدرب ايراني فيا وانا صغير سي مهدي مجدوب قدموا له تحيه تو ظهري في الخليج كان قبل معناها هو مغروم ياسر بالكوره ومغروم انا عرفتك نكملوا لونتريمون يقعد يشدني نحطوا ميور ونقعد نشوف ثانويه ما تنجم تكون عندي موهبه صغيره ما طورتها نتذكر وانا ايراني 3 أو 4 سنين كل يومين يكملوا لونتريمون نقعد انا وياه هو يشوت وانا نشوت نقعد هكاك دونك تنجم تكون عاونت بالكدا هذيك فهمت كيف شكون تعتبر اليوم احسن واحد يشوت بالاريتي في تونس؟ أنا هذه شوط بالاريتي لازمني نتذكر والله الا نتبع برشا سهل مالك انزاي مثلا شنو رايك؟ تحكي على الكل اي بيان سور عاد سيمير عاد هو شكون تختار هو اسكندر الصوايح شكون اقوى في اللي بالاريتي نحكي ليه بالاريتي سيمير الحق ماهر كانزاي ولا سعد بقير؟ والله زوز بالكدا سعد واحد فيهم شكون؟ ليه سيمير نذكر قبل خاطر رناني قبل نذكر بالعاطفه معناها لا والله لا خاطر علاش خاطر عشت معاه معناها عوام ونشوف فيه كل يوم كيفاش يشوط حتى سعد بقير تبارك الله عليه معناها ما عندي ما نقول معناها اما نحكي لك على سيمير خاطر عشت معاه برشا ونشوف فيه كل يوم في لونتريمون كيفاش يشوط معناها وكا باهي الكنزاري ولا السلام اسامه هما الزوز تبارك الله اسامه زاد عنده ساق عمري مريت انا ساقي صار ما فهميش ما صارتش في تونس انا اللي خلطت عليهم الكل وسام نذكر تو يبدا في 18 لهنا يرى في واحد والله وين الكورنير غادي يجيب له في سيقه معناها ما فهميش عنده سيق صارت تبارك الله وسام شكون اقوى؟ يعني شكون اقوى؟ يا عادي راي مجرد راي هو باهي خلينا نمشي لسام تو اسامه ولا انت؟ انت وين تحط روحك باللي شوتوا مليح وقت اللي بلاريتي في هذوما اللي سميتهم لي في الوسط انا حطني خويا اسامه ولا حمزه الاحمر؟ لا اسامه اسامه ولا وهبي الخزري؟ اسامه ولا وهبي الخزري؟ في البريسيزيون اسامه ما ريتش نحكي لك بريسيزيون معناها بتاع دو بال اسامه السلامي في تونس
شحاب نقول لك باه منافسه كانت وقتها اللي انت حكيت قلت لي يوسف المساكني دزوه ماهر كانزال وكيف كيف فوز بزرتي انت بار كونتر ما دزك حد في الكلوب لا لا بون انا طلعت في الكلوب راهو شكون من شيخه وقتها اونترينور اي سي عبد الحق وقتها هو طلعك ولا اي هو وقتها شد لي كيب سينيور معناها هو وسينابيل كوكي وقتها وقتها كي طلعت راهو فيستير تفجر في الكلوب نتذكر انا 2007 وقتها طلعنا نعيفة اللي هازين شامبيونات 2008 اللي هازين نحن عملتها هازين بون احنا وقتها خلطنا عليهم 6 شهور الاخرانيين تاع عملت شامبيونات كيفاه وقتها معناها سمي كبار قدام سيرتو انا تا في الوسط كي انت البوست نتاعك قدامك سلامك معناها خاطر نحن في مع سي عبد الحق ما نلعبوش نحن بريجيسور غادي في الكلوب ما لعبناش بريجيسور يلعب لا يلعب على اليسار وسامحي على اليمين وراهم وقتها الاسعد الله يرحمه هي ما كانت انا نلعب وسام ديفونسيف اكثر اي هما هكا واحد الاسامه ديما يطلع معناها يطلع اكثر وسام ديما يغطي بالضبط اما مش شكل كيما نقولوا نمر 10 اي وسام رولير وسام قدامه هما زوز دوميات لما ديما وسام يشد اكثر الوسط وفهمت كيف وقتها في الوسط معناها كان برشا جوارات برشا وقتها الاسعد الله يرحمه اليكسيس وسام وسام اي ما تقارنش روحك بهم خاطر ماكش نفهمش نفس البروفيل انت وسام قدام ما نقولك علاش نحكي لك هكا خاطر مليتي شويه يمكن مليتي من بعد جنب مليتي من بعد جي اما شنو نحكي لك هكا خاطر هو كي باش يحط شيما تكتيك المدرب مش باش يحط كيما نقولوا 10 باش يحط زوز فهمت اقصد من زوز هذوكم فما قدامي وسام وسام انت مستحيل كنت تلعب مع وسام ما تنجمش ما تجيش ما تركبش معنا صحيح صحيح طيب زوز ما تفكوه الظهر زوز ما فكوه صحيح لا ما فك خير منه فك خير منه دونك قعدت بينك وبين وسام صحيح صحيح طيب وقتها زاد وجود سلامي حرقه كنقولوه هذيك حرقني ما نعرفش خاصة انه كان محبوب برشا ما فهم بيان سور ما يتمسش يمكن محبوب الناس كله سام راه تحب ولا تكره معناها بالكاليتي اللي عنده بالواحد ما تنجمش تلعب معاه فهمت كيف في الوقت هذاك راه نحكي لك بار اكزومبل ماتش كبير ما نجمش جوار صغير مازال كيطلع باش ينحي وسام الكارير واحد يجي يحط فهمت شنو قصد فوالا معناها الفالي دو طون معناها شويه هكا وقت واحد باش نجم خاطر جات بيريود راه نلعب على اليسار ساعات نلعب على اليمين وساعات لعب تقلق ما تحبش تلعب هذا مش بوستي اي ما تحبش اي فوالا ما نلقاش كيما نقولوا لي روبير نتاعي ما نلقاش راحتي في لي بوست هذوك خاطر نذكر مره قعدت 4 شهور نلعب ديمي جوش وقت زهير تضرب في ساقو عمل عمليه قعدت 4 شهور نلعب بلاصه عمري ما لعبتها ما عندكش لي كايتي ما عنديش لي كايتي ما عندكش رابيد ما عندكش لي بلور مانيش رابيد فوالا انا دو بريفيرونس ديما نحب نلعب بالظهر دايما الظهر فهمت كيف معناها الكره مش دومي ولا باش تقعد طالع هابط ما تلقاش روحك عاونك سلامي والله ما الحقيقه ما ضرنيش معناها بيرسونيلمون فهمت كيف ما ضرنيش حق نتاع ربي معناها هذيك هي الكوره فما شكون عاونك عاش حتى بالكلمه حتى بالكلمه داز تشجيع عاش فما برشا الحقيقه والله لا نستحضر يا سلام اما الحقيقه في الكلوب في الوقت هذاك ما لقيتش كيما نقولوا ابار اللي حكينا فيه شويه فماش سابوتاج نتاع خاطر لا تحب ولا تكره الجمهور يحبني برشا وقت والكلهم يحبوني معناها فهمت كيفاه دونك ما لقيتش حاجه كيما نقولوا صحيح ما طلعتش وما عملتش الكارير اللي نحب نعملها انا في السينيور وتنجم تكون مربوطه برشا حاجات معناها بار مش مربوطه كان بوسامه فهمت كيف خاطر يتقال فما سامي معناتها فما دي سابوتاج يصيروا في الحكايه هذوما ونحرق الملاعب هذاك والفلان باش ما يتمسش بلاستي والله انا معناها هاني قلت لك ما مريتش قدامي ما نجمش نحكي على حاجه انا باش نجيبك المظلوم وفهمت كيف ما ريتش قدامي يعني كان ريت نقول لك ما ريتش الحق تاع ربي علاش ممكن انا ما ريتش لعبت كان مع بن شيخه هذي الاخرين ما لعبوكش اللي جاو من بعد انت قد عملت سينيور انا عملت لا 2017 خرجت 2011 4 سنين اي كان مع بن شيخ لعبت ولا لا والله لعبت مع سي عبد الحق بن شيخ من بعد والله نسيت شكون جاها من بعد لو شونتر لا لو شونتر ما لعبتش مع جم لو شونتر اي هو بعد بن شيخ بعد نتذكر لا ظهر لي جي اونترونور من بعد اسطنبولي حاجه هكا لا جي واحد فرنساوي مع عادل السليمي وقت نتذكر شد شويه واحد ايام لعبت صحيح اكثر بيريود لعبتها مع انا نذكر مره جاني سي عبد الحق بن شيخه قال لي قاعدين هكا نترينيو تحس معناه يحبني معناه يحب عرفتي ما نقولوا يحب يطلعني يحب حبي دز صحيح جاني نهار قال لي اسمعني ولدي قال لي كي تحس روحك نهار تحب تختار الماتش تحب تلعب فيه قول لي تنهبطك انت تختار اي هو والله جاني كيك يعرفوها فما برشا عباد يعرفوها قال لي اختار انت الماتش اللي تحب تهبط وقول لي تنهبطك ما فهمتيش علاش معناه ما هو يا ما نعرفش يحب يدز معاك
هو جاني قال لي نهار تبدا انت تبدا في مخك حاضر وتحسوا الماتش هذا اجى قول لي في وسط الجمعه نحب نلعب عليه حسك انا نذكرها ماتش حسك خواف شويه تيميت شويه ماش والله لا نعرف نجم راه نجم يكون معناها مش نرميش اللوم نسك على معناها على نجم يكون انا عندي بار من الحكايه فهمت عندي بورسنتاج معين وسكي سور مش نجم معناها كيما نقولوا كوميول نتاع حاجات منهم انا مثال بار اكزومبل خاطر ظهر لي سلام بون الاسم اللي خذيته قبل ما نطلع سينيور الاسم وكل هذاك تنجم يكون ما يعاونك تعاون اما تنجم تكون عرفتك تعمل لك البريسيون ما نعرفش انا مش كيما جوار يجينا يطلع ناكل على السينيور كيما جوار معناتها معروف معناها حتى كي باش يلعب مجموع ما يقول شكون هذا يعني. وانا راه كي لعبت راه معناها عديت ماتشات باهين بالكدا متوسط مش اللي شفناهم في الكادي ومانيش اول حاجه مانيش ميديوكر وثاني حاجه فما ماتشات عديتهم راهو توب توب معناها كان نرجع لك ونشوف ونوريك معناها الماتشات معناها فما ماتشات عديت اما كهو معناها بريتو كل شيء بالكتبه وكهو يقول لك باهي مازال باش نحكيو شويه على الكلوب كيف الاخبار بعد شويه مع فدوى تركي انت خرجت مع العتروس وفي وقته بعد وجاء سليمان ياهي ايضا باش نحكيو على تجربه السي ابي تجربه احترافيه خارج تونس الاخبار مع فدوى تركي بعد الشيء.